أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه أنزل القرآن، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى نفسه وحثنا على ذلك بحمده وشكره، فقال في مطلع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن شكر هذه النعمة، نعمة القرآن، أن نعيش مع القرآن قراءة وحفظا وفهما وعملا. وقراءة القرآن ليست قاصرة على شهر رمضان، وإنما ديدن الإنسان المسلم المؤمن أن يعيش باستمرار وانتظام مع كلام ربه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. حين يبدأ الإنسان قراءة القرآن من المصحف، فإنه يواجه أول ما يواجه بعد سورة الفاتحة سورة البقرة. ويبدأ الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة بتعداد صفات المتقين
يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. في أول صفات المتقين يذكر الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان بالغيب هو الذي يميز المؤمن عن الكافر. الإيمان بالغيب معناه التصديق بالخبر الموحى من السماء عن طريق أنبياء الله ورسله وختامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي التصديق بكل وحي في كلام ربنا عز وجل في القرآن وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالغيب يشمل أركان الإيمان جميعا، فهو يشمل الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر بكل ما فيه من مشاهد الدار الآخرة والإيمان بالأنبياء والرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر والإيمان بالوحي بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله. هذا الإيمان بالغيب ومن أوله الإيمان بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نحن قاصرون عن أن ندرك الله سبحانه وتعالى، ولكنه يدركنا عز وجل ويرانا سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالغيب بالله عز وجل يتبعه أيضا الإيمان باليوم الآخر بكل المشاهد التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصديق هو الذي يحمل المؤمن على أن يعيش بهذا الإيمان، وكلما قوي إيمان المؤمن بالغيب صار الغيب بالنسبة له شهادة وكان مؤثرا وحاكما له في عالم الشهادة. من إيماننا بالغيب أيضا أن نعلم من خلال وحي ربنا سبحانه وتعالى أن علم الغيب لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، يعلم غيب السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وفي سورة التغابن عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن له غيب السماوات والأرض، أن له غيب السماوات والأرض، فقال في آخر آية في سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وفي آخر سورة الحجرات إن الله يعلم غيب السماوات والأرض.
بل وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لعلمه بالغيب والشهادة ينبئ الناس يوم القيامة بما كانوا يعملون، فقال في موضعين في سورة التوبة: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الإيمان بالغيب وهذه المعرفة بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم منا ما غاب عن الناس من أحوالنا، ما نستطيع تغييبه وإخفاءه عن الناس هو لا يغيب ولا يخفى عن الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. هذا الإيمان بالغيب وهذه المعرفة بعلم الله سبحانه وتعالى للغيب كلاهما يحمل الإنسان المؤمن على خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب، على مراقبة الله سبحانه وتعالى في سائر أعماله وأحواله. وخشية الله سبحانه وتعالى بالغيب هي أيضا صفة لازمة للمتقين، أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الأنبياء حين قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هذه الخشية لله سبحانه وتعالى بالغيب حين تغيب عن أعين الناس لكنك لا تغيب أبدا عن عين الله سبحانه وتعالى، عن علم الله سبحانه وتعالى، عن سمع الله سبحانه وتعالى، عن بصر الله سبحانه وتعالى. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أيضا الساعة التي هي غيب، وإيماننا بها هو إيمان بالغيب، واستعدادنا لها وللقاء الله سبحانه وتعالى فيها هو استعداد أيضا لغيب أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، وأخبر عنه سائر رسل الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أخبر في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال سبحانه وتعالى في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذه الخشية لله سبحانه وتعالى بالغيب معناها أن الإنسان إذا خلى بنفسه وخلى بمحارم الله عز وجل يعلم أنه لا يخلو أبدا عن نظر الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. في حديث السبعة
الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وأخبر عن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وأخبر عن رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. في كل هذه الأعمال القاسم المشترك والشاهد هنا هو خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب، هو أنه مع أن الله سبحانه وتعالى غيب لا تدركه الأبصار، إلا أن قوة الإيمان، قوة التصديق، قوة الخشية في القلب واستحضار نظر الله سبحانه وتعالى تجعله حاضرا. فيترتب على ذلك الخشية والاحترام والتقديس والتقدير، ويترتب على ذلك تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم حرمات الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المجالات المعاصرة التي نعيشها ونمر بها جميعا وينبغي ألا تغيب عنا فيها خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب، هو استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي أو لشبكة الإنترنت في العموم. نحن في زمان أصبح الحرام فيه ميسورا، ما لم تكن تقوى الله سبحانه وتعالى حاضرة وخشية الله سبحانه وتعالى بالغيب حية وقائمة في القلوب، هناك إمكانية دوما وأبدا سهلة، ولا أظن أن أحدا من الحاضرين لا يحمل هاتفا جوالا أو ما يسمى بالهاتف الذكي. فالإمكانية النظر إلى الحرام بكثرة مطروحة وموجودة، إن لم ينتبه الإنسان وإن لم يستحضر خشيته لله سبحانه وتعالى. بل وأكثر من ذلك العلاقات المحرمة، التواصل المحرم في غير الإطار المشروع الذي يرضاه ويريده رب العالمين سبحانه وتعالى يكون موجودا ومتاحا. إن لم يستحضر الإنسان إيمانه بالله عز وجل ويستعين بتقوى الله سبحانه وتعالى ويتذكر ويرجع وينيب ويستغفر حتى يعينه الله سبحانه وتعالى، التساهل في هذه الأمور أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فساد كبير، باب فساد كبير في علاقة الناس بربهم سبحانه وتعالى، في اضطراب العبادات واضطراب الذكر واضطراب القرب من الله سبحانه وتعالى، وباب فساد حتى في علاقات الناس ببعضهم البعض وفي القيام بالمسؤولية في الحياة الأسرية تجاه الزوج أو الزوجة وتجاه الأولاد والتربية. ولذلك ينبغي على الإنسان كما قلنا أن يستعين بإيمانه بالغيب وعلمه بعلم الله سبحانه وتعالى بالغيب، وأن يستحضر خشيته لله سبحانه وتعالى بالغيب، فيستعين بكل ذلك في سيره إلى الله سبحانه وتعالى محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن الله على كل شيء حفيظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه
وأن يسترنا بحلمه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يفيض علينا من نعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزاء الذي يرتبه الله سبحانه وتعالى على الإيمان بالغيب وعلى خشيته بالغيب هو جزاء بالغيب أيضا. أخبر الله سبحانه وتعالى عنه مثلا في سورة مريم حين قال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نرجع إلى ما بدأنا به في وصف المتقين في الإيمان بالغيب، في خشية الله بالغيب من قبل المتقين. نعود إلى الجنة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، والتي وعدهم الله سبحانه وتعالى إياها بالغيب فآمنوا بها بالغيب، ثم يذهبون إليها فيكون لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا برحمته أجمعين من أهل الجنة. اللهم وفقنا لكل خير تحبه وترضاه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أصلح لنا سريرتنا وعلانيتنا، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لكل خير تحبه وترضاه. اللهم أصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا في ذرياتنا، واجعلنا برحمتك للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا جميعا من ورثة جنة النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.